اوكي على وش فين انا جيت فين؟ مكان اسطوري تحت البحر. واو، اول مره اجي في حياتي المكان اللي انتوا شايفينه ده. ايه ده، عربيه مين دي؟ انا ما بنشد التايم بتاعتي او جيت يا حبايه. او ماي جاد، انتوا جيتوا هنا؟ اوكي على وش، ما انتوا شايفين دلوقتي احنا في بروك هيفن. او ماي جاد، ابو علي هضربك. ليه بس يا ابني كده يا ابني؟ ايه العضلات دي كلها؟ انا ما بنشد التايم دلوقتي، ما بنشد جيش العضلات. جيش العضلات؟ وادي حركات انت والجيش بتاعك انه بدأ. وادي زعبولة، تعالى بص نعرفه ان احنا جيش العضلات. يا ابو علي عضلات ايه بس؟ انت مش شايف جسمهم عامل ازاي؟ ده الانسحاب ابو علي، وقت الانسحاب ونهرب. انسحاب ونهرب؟ ولا انت مش بالكوبري؟ يلا والله بص، بكره امسكك اضربك. هات الفلوس. الفلوس؟ بص يا كابتن، انا مش معايا فلوس والله. مش معايا حاجه. وادي حركات، خليهم يمشوا. خلاص خلاص يا جيش حبايه، انا مش هجيب منهم فلوس. فلوس؟ طيب تعالوا ورايا، تعالوا دلوقتي على اللوية، هوريكم مكان جديد، بوابة سرية هنا كده طبعا في المكان ده في 2024. اوكي بصوا على اللوية، طبعا هو المكان هنا اهو زي ما انتم شايفين، طبعا هنا البتاع ده مفتوح. اوكي اهو في المكان ده بالظبط، هنطلع كده فوق عند البيت ده عشان نشوف المكان. ليتس جو ليتس جو ليتس جو، خلينا نطلع. تعالى حركات بسرعه، بعدين انت رايح فين؟ هنروح هننزل بيت العجل. اوكي عشان او المحل العجل، اطلعوا اطلعوا. هندخل طبعا يا لويه وهنقفل الباب، مش هنخلي حركات يدخل. ايه ده، حركات دخل. وانا بقول مش بيت الليجا. لا لا لا، بص اسمعني اسمعني بس، اوريكم حاجه تانية. تعالوا 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 بص كده. ايوه هنطلع هنا كده على اللويه. اول حاجه هنيجي هنا طبعا على اللويه، هنعمل نفسنا ان احنا بنلعب عادي جدا اوكي بالسكيت وفرحانين والكلام ده كله. بصوا بقى هنا في مكان سري في الحته دي. يب شايفين على اللويه كلمه 2024؟ تعالى حركات، اطلع اطلع انت وزعبله. تعالى فين المكان السري ده؟ تعالوا. يا نهار زبالي، سرقوا الخزنه على اللويه الحراميه والله. هو ده بقى مش ولا ناكل فلوس، تاخدوا الفلوس سنوبات. اوكي تعالوا كده، بص على اللويه كلمه 2024 دي زي ما انتم شايفين. احنا هنيجي هنا كده على الجنب، هننط هنا كده. تعالى كده حركات انت وزعبله. او ماي جاد، البتاع ده شغال لي بس، احنا ما بحبوش لما بيبقى شغال بصراحه، بيعمل ازعاج. اوكي هنيجي كده، بص على اللويه، شايفين بقى عند الكلمه كده، عند كلمه هابي نيو يير، هندخل هنا كده. بصوا بوم، باينه في مكان سري، اوضه سريه. ايه ده ابو علي، ايه المكان ده؟ احنا لو لعبنا الاستخبايه ولا استخبيت هنا محدش عارف مكاني. بص بيقول ايه، كنت عارفه من قبلك. وريتها الحركات بس. واد يا نوب، انا اللي عارفه الاول يا حبيبي. لا يا نوب، انا اللي عارفه حبيبي. بيقول لي عارفه الاول. واد حركات تعالى. انا ما لقيتش فيه ايه، وجيت المكان. اوكي بص المكان ده حركات، طبعا المكان ده اللي انا وريته لكم بس من غير 2024. دلوقتي بقى إيه السر بتاعه؟ ان انتوا بتخشوا من 2024 كلمه هابي نيو يير. طيب لو احنا شلنا البيت يا ابو علي، بصوا لو شلنا البيت بوم، بقينا مفضوحين في الشارع. بصوا اوكي بوم. بقينا في الشارع، ليتس جو. بصوا بقى تعالوا اوريكم الاسرار الثانيه، اماكن سريه خالص طبعا، دي جديده في التحديث الجديد. تعالوا تعالوا تحديث القروش ده. اول حاجه على اللويه، عايزين ننزل بس عربيه عشان ناخد كل الناس دي. يلا كله يركب، كله يركب الميكروباص. اللي مش هيدفع ال 3 جنيه بتاعت الاجره، ايه ده الجيش الحربي اللي بيسوق ليه؟ ثانيه انا اللي عايز اسوق عشان الم الاجره. كل واحد يدفع بص 5 جنيه. انا مالي انت مش ليش انت يا انت؟ طب علي الميكروباص بقى فل، العيال مش عارفه تركب. الميكروباص فل يا ابني، في اماكن ورا يا ابني، الكنبه اللي ورا فاضيه، اقعدوا هنا على الكنبه اللي ورا. يلا بسرعه كده يا علوي، خلينا نمشي، كله ركب خلاص. اوكي يا علوي، بصوا احسن حاجه ناخد الاتوبيس الدوري. اوه ماي جاد، انت ما تقولش خلينا نشوف. استنى بس حركات عشان بص، في تلج على الارض وانا اصلا مش شايف منه. ايه ده، فين التلج ده؟ هو طب علي انت هتهدى، وعلي انت مش عارف تسوق. يا ابني الاتوبيس اللي باظ والله بيقع لوحده. اوكي اوكي اوكي، جينا هنا على الشاطئ. بص على علوي، وطه الاتوبيس بيدخل بحر. او ماي جاد. اوكي ايه ده، مقفول من هنا. طيب تعالوا بقى نطوا. اوكي على اللويه، بصوا هما ماشيين وانا نزلت القارب. طبعا نزلت القارب ايه ده، نزلت الفيلا الكبيره دي عشان طبعا يا اللويه هنيجي عند البيت، هوريكم بقى حاجه اسطوريه هنا في الجزيره. تعالوا على حركات كده ثواني. ابو علي انت هتروح فين؟ تعالوا بس كده هوريكم دلوقتي عند البيت ده. اوكي بصوا هشتري دلوقتي على اللويه بيت، طبعا دلوقتي الجو بالليل وانتوا هتشوفوا كل حاجه بنفسكم. هشتري البيت ده وهنزل اي بيت، اي بيت مش شرط بيت معين. اوكي انا عندي وقت عشان ده سيرفر عام. اوكي حركات، اشتري انت البيت. طيب طيب ماشي ماشي، يلا بسرعه بقى اشتري انت بيتك. اوكي اوكي شلت البيت اهو، ثانيه اشتري بقى انت البيت. وعلي انت عايزين تشتري انا بيت. اوكي خلاص حركات، هيشتري اشتري كده حركات. يب بصوا بقى البيت ده علو. ايه ده، مين اللي وقع في الميه؟ وانا بقى مش مهم. مش مهم ايه بس يا ابني، احنا مش عايزين ناس تموت من القروش. اوكي دلوقتي على اللويه هوريكم بقى تعملوا ايه هنا. بصوا هنجيب السكيب بتاعنا عشان في هنا مكان سر عايزين نشوفه. تعالوا تعالوا ورايا. اوكي هنطلع كده على اللويه، مش هننزل هنا طبعا، هنا بندخل البيت. احسن حاجه على اللويه طبعا الصبح طلع. يلا تعالوا بقى بسرعه، كل يجي ورايا كل يجي ورايا. ابو علي انت هتروح فين؟ تعالوا بس كده ولا حركات فرخه، اطلع هنا كده بسرعه. ايه ده انت مش عايز تشوف بيت ولا ايه؟ يا ابني نسرق البيت ايه بس، بنلاقي لك نزله. تعالوا بص على اللويه، طبعا ده البيت اللي حركات منزله. اوكي هنا بقى في مكان سري في البيت. بص على اللويه هندخل كده البيت. تعالى حركات بسرعه، تعالوا. ابو علي فين المكان السري ده؟ امشوا بس ورايا كده وانا اوريكم كل حاجه. شوفوا بقى على اللويه،
هنيجي ورا البيت. تعالوا تعالوا كده، بص ورا البيت في مكان جامد جدا في بيوت الاستيت طبعا. اوكي العيال جاي ورايا، والله شكلهم تاو. تعالى يا زعبله. اوكي كلهم جايين اهم، تعالوا بقى هنا كده. بصوا على في مكان سري في الحته دي، ليتس جو. بصوا المكان ده اسطوري بصراحه، بتخشوا من هنا كده. بصوا المكان اهو من ورا البيت في الحته دي، بتلاقوا هنا فتحه سريه بندخل فيها كده بوم يا حبيبي. هتلاقي بصوا هنا مكان شبه الاوضه كبير، ونقدر طبعا بصوا نطلع هنا كده فوق. اوكي يعني هنا في مكان فوق اصلا وفي مكان تحت، تحت بيودينا من عند الاسانسير. وبصوا المكان اللي فوق طبعا ده هو بيطلعنا تقريبا تقريبا بيطلع، لو حطينا سرير هيطلع. اوكي ايوه لو حطينا سرير فوق هيطلعنا، والناحيه الثانيه برضو لو احنا حطينا سرير في الحته دي هيطلعنا. ايوه مكان جامد جدا، حركات انت شفته؟ وانا ما بعرفش المكان ده مستوي، ليش هي بنت مستخبى فيه؟ تسرق يا بنت مستخبى فيه، اسرق بيتك الله واستخبى فيه. بص على ايه بقى، احنا نزلنا تحت اهو. بصوا لو مشينا من هنا كده بوم هنطلع فين؟ هنطلع عند الاسانسير. اوكي طبعا اي بيت لو نزلناه طبعا هينزل لنا المكان ده. اوكي بسرعه خلينا نطلع كده فوق اهو، احنا كده طلعنا فوق يا علويه. لو عايزين نروح المكان، المكان طبعا بيبقى ورا البيت، مكان اسطوري بصراحه. اهو اللي مش شايف المكان هو اللي هناك ده اللي عند العال ده، بنخش منه هتلاقيه على طول الاوضه السريه، وده يكون مكان سري في البيوت دي. المكان ده موجود يا ابو علي في كل البيوت؟ ياب موجود في كل البيوت يا علوي. اي بيت هننزله هنلاقي فيه الغرفه السريه دي. ويلف اصلا هو اللي قاصد يخلي المكان السري ده عشان يشوف الناس هتعمل فيه ايه وكده، يخطفوا فيه حد ولا لا، بعد كده يبقى يلغيه يمسحه اي حاجه. بس هو مكان اسطوري بصراحه. حركاتش البيت بتاعك دلوقتي عشان انا بص عايز اوريكم مكان تاني اسطوري يا علويه. ايوه خليني بس اشتري البيت. او ماي جاد فاضل دقيقه، دقيقه يا علويه. مشكله السيرفرات العامه ان هو بيبقى فيه وقت عشان نقدر ننزل البيت او اي حاجه. طيب ماشي 59 ثانيه. طيب دلوقتي بقى يا علويه خلاص الوقت يعتبر خلص. بصوا بقى احنا هننزل البيت اللي هو طبعا بتاع السجن. اوكي اللي هو البيت ده عشان اوريكم اللي ده يا علويه. بصوا هننزله بسرعه. اوكي نزلنا البيت، تعالى حركات كده. وادي بالي مش تعب مش حطك في السجن، والله انت اللي عايز تحط التوجيش الحربيه بتوعك. وعلي بنسجنه. طيب تعالوا بس كده ثواني. بص على علويه ده بيت تاني مختلف. اوكي نفس المكان برضو هيكون موجود، لازم المكان ده يكون موجود في اي حته. اوكي تعالوا 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 بسرعه، عايزين نروح من الناحيه التانيه كده على علويه ونشوف المكان فعلا موجود ولا هو في البيت ده بس. خلينا نروح هناك على طول. بص كله جاي ورايا. ابو علي انت رحت فين يا ابو علي؟ تعالوا بص من ورا البيت. اوكي بص على علويه اهو بنيجي من ورا البيت كده. ايه ده وانا اللي بطيء؟ زود السرعه يا ابو علي 45 على طول عشان نمشي سريع. ايوه بص المكان هنا يا علويه اهو. اوكي ده المكان، ندور النور. بص نفس المكان بالظبط، في مكان سري فوق وفي مكان سري تحت، لو نزلنا من تحت هيودينا عند الاسانسير. اوكي ده مكان يا علويه. لو جينا بقى هنا تعالوا كده فوق، عايزين نطلع فوق كده يا علويه عشان اوريكم حاجه جامده جدا. طبعا كتبت لهم اطلعوا البيت عشان يجوا هنا على البيت فوق يا علويه عشان هندخل دلوقتي اوريكم. ايه ده وقع من مين ده؟ ايه البتاعه دي؟ ايه ده انسان وطه، انا افتكرته زيتونه ولا حاجه. ماشي ايه ده علويه مين الزيتونه ده؟ مين ده علويه؟ والله شبه البتاع اللي هو في توم وجير عارفينه، اللي هو اللي كان بيلعب على القط والفار ده. والله بس شكله غريب. اوكي يا علويه زي ما انتم شايفين الجيش الحربيه عامل شغب، انتوا دلوقتي هتخشوا السجن. وانا بقول لي مش هيحطك في السجن يا حبيبي. تعالوا بس كده تعالوا، هندخل من هنا يا علويه طبعا. تعالوا بصوا كله يجي ورايا، كله يجي ورايا عشان بصوا دلوقتي الوقت اللي انتوا تتسجنوا فيه. ابو علي هم اللي هيسجنونا وبعدين هم اكبر. تعالوا بس كده اطلعوا لفوق. اوكي هنيجي هنا، كله يجي ورايا هنا كده في الحته دي. بصوا على علويه طبعا في مكان هنا سري، كلكم عارفين المكان السري ده. يب بس تعالوا بس كده اوريكم. خشوا دخلنا المكان السري ده على علويه، شايفين المكان ده طبعا. او ماي جاد بيدخل على الاوضه الثانيه، بس احنا طبعا عايزين ننزل تحت اهو. بصوا المكان اللي تحت ده، يب نزلنا اللي تحت. دلوقتي احنا بقينا في مكان تحت الارض، المكان ده برضه انتوا عارفينه من التحديث القديم. اوكي بس انا اوريكم حاجه جديده. علي انا تايه انت فين؟ تعالوا تعالوا هنا. وانا مالي متشاور واقف جنبه. اوكي تعالوا ورايا. بص على علوية عايزين نمشي في المكان، بس هو مش هنا مش هنا. تعالوا كده ورايا بس انا عايز اجيبه، هو تقريبا على طول. ايوه كنا بنمشي كده بعد كده كده اهو يا علوية في الحته دي. شوفوا بصوا هنا في بتاعه سودا، سيبوكم من البتاعه السودا دي، هتمشوا الناحيه الثانيه كده. بصوا 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 المكان الاسطوري. تعالى يا زعبله. ابو علي انت فين يا ابو علي؟ يا ابني هنا يا ابني. بصوا لو طلعنا من هنا كده على علوية وجينا في الحته دي بوم طلعنا بره البيت. ليتس جو، قدرنا نهرب من السجن بطريقه ذكيه جدا. انتوا عارفين ان المكان تحت الارض ده سجن بيسجنوا فيه الناس طبعا اللي هي الشريره وكده، والناس اللي هي الحراميه. سامع حركات الناس اللي هي الحراميه؟ لا يا حبيبي حد شاد ابو تشجن، احنا جيش جيش الحراميه والله. بصوا على علوية لو احنا نزلنا هنا كده بوم، بصوا مكان سري تحت الارض بيدخلنا هنا تاني. اوكي المكان ده اصلا لو انتوا دخلتوا فيه هتلاقوا فيه كشاف مرمي كده في حته، الكشاف ده الناس اللي كانت بتحاول تهرب لما
مستر بروكيفن كان ساجنهم هنا طبعا، الكشاف ده بتاعهم يعني، هم اللي حاطينه موجود في حته هنا مش عارف كان فين. وانا مالي موشي كان موجود في حته تانيه تقريبا كده، بصوا من الحته دي تقريبا، والله مش عارف على ايه، بس هو كشفنا يعني لو دورته هتلاقوه. اهم حاجه ان احنا بنقدر نطلع، بصوا من هنا كده بوم طلعنا بره البيت ده، يكون مكان سري في البيوت طبعا دي، اوكي في بيت السجن ده. تعالوا معايا، بصوا ده التحليل اللي انا عامله ده يا ابني، وانتوا فاكرين لما تعملوا كده يعني هتخشوا من هنا؟ مش هيخشوا. بصوا دلوقتي على الوقت. عايزين بقى ايه؟ نشيل البيت، اوكي نشيل البيت ده، بس المشكله في الوقت. او ماي جاد، عشان كده الخدعه اللي انا بعملها ما برضاش اعملها. اوه بصوا الكارب ده. او ماي جاد، بصوا الكارب بيعمل ايه؟ الكارب مجلتش. هولي مولي، استنوا، وانا لو خدت الكارب ده انا عايز اركب الكارب. طبعا البج بتاع الكارب على اللي هو بنعمل بي تي بي للاسف اتشال. اوكي بص ما ينفعش، كان الاول كنا بنقدر نعمل بي تي بي، بس خلاص ويلف عملوا انه ما ينفعش نعمل تي بي، بس الكارب ليه معلق كده؟ بص الواد كاتب ايه؟ ايه ده؟ ايه ده راح بريكا؟ اه والله ده راح بريكا فعلا. وانا مالي فيه؟ تعالى حركات، بص بنفسك. وانا مالي مش هنجي؟ حركات الفرخه جه قوي على دلوقتي بقى، عايزين نشيل البيت ده. تعالوا كارب ويف، سبحان الله اول ما حركات الكارب اتعدل. وانا مالي مش الكارب ده مش بتاعنا؟ تعجيش يا حبيه. والله انتوا حراميه فعلا، مخلين الكارب. بصوا اه انتوا بتنزلوا له البتاع اللي هي البتاع بتاعته على دي، يعني لو احنا بصوا جينا هنا وسقنا الكارب هنزق طبعا البتاع ده ثانيه عشان صاحب الكارب قافله طبعا. لو احنا جينا على اللويه نزلنا الكارب، بصوا هوريكم دلوقتي اهو، اكيد كلكم عارفينها. لو خدنا الكارب ده وركبنا كده الكارب وجينا دوسنا على الحته دي كده، شوفوا بقى ايه اللي هيحصل. اهو نزلت بتاع، اركب كده يا زعبوله. طب علي يلا زقني بسرعه، ايه ده زرعوا مني المكان. طب علي استنى يا زعبوله، يا دوب مش عارف تركب، الواد خد منك المكان. طب علي عربيه، ابو علي جيش العربيه دول. اوكي بص على طبعا انا مركب هنا اصحابي في رحله سريعه طبعا في المحيط، ليتس جو. عايز الاقي سمكه قرش تاخده وتاكله مع اللي اخلص من الجيش الحربيه دول بيو على طول. ثانيه كده بقى عايز اطلع البيت طبعا، انا واقف هنا على اللي مستني الدقيقه دي تعدي عشان اعرف انزل البيت عشان اوريكم حاجه جامده. بصوا الواد ده بيقول ايه؟ الحربيه احتلوا اللعبه. بصوا خد بيت، السنه الجايه نحتل اللعبه كلها. وات يا لوي انت، واضح حركات الجيش بتاعك عايز يحتل روبلوكس ولا ايه؟ هو انت بقى حبيبي ولسه تكون روبلوكس كمان يا جيش الحربيه نبات. استنى بس زعبول لما نعمل الخدعه دي، زعبول يا عيني عشان صغير، بص على ايه خايف والله. اي واحد من الجيش الحربيه بصوا ياخده كده بيو يحطه في جيبه على طول ويمشي. طب علي ممكن اي واحد يشده ويخطفني. زعبول الحق زعبول، بص ماسك لك ايه؟ بص على ايه زعبول، انا ممكن اضربك واكلك. يا لا يا ابو علي، عايزين يعملوا لي على الغدا ولا ايه؟ غدا مين يا ابني انت مش شايف الجو بالليل؟ وانا زعبول هناكلك على الفطار. ناكلك على الفطار وانت بتفطر بالليل يا ابني ولا ايه؟ الجو بالليل يا حبيبي. امال اسمها ايه يا ابو علي؟ اسمها العشاء يا فرخه. ايوه ناكلكم مش عشاء، ناكلكم على العشاء والله. انت نوم يا فرخه. اوكي بسرعه كده خلينا بقى ننزل البيت على دلوقتي، هوريكم المكان الاسطوري ده ثانيه اللي هو البيت ده. على لو دخلنا البيت بوم، بصوا طبعا هيجروا على البيت احتلال. وانا مالي مش التلاجه على طول يا حبيبي. يا نهار زبادي يا علويه، في العال دي بس الحمد لله البيت ده مفيهوش تلاجات، مفيهوش تلاجات، التلاجه مخفيه. اوكي هننزل تحت يا علويه، بصوا في اوضه سريه تحت هوريكم المكان دلوقتي. نزلنا في الاوضه السريه، يب. او ماي جاد علويه سرقوا البيت. هو انت يا حبيبي جيتش يا حبيبي كل حاجه. يا نهار زبادي على النبات. ابو علي هتعمل ايه في الاوضه دي؟ استنوا بصوا دلوقتي هوريكم دلوقتي علويه المكان، بس ثانيه طبعا شايفين المكان ده، انا هخليكم تبقوا في الاوضه دي بس بشكل تاني. بصوا بقى عايزين نرجع كده كلنا، تعالوا بصوا بعد ما شفنا الاوضه خلاص واتاكدتوا منها، بصوا بقى هنطلع بره البيت خالص، هنروح هناك على وي عند طبعا البيوت اللي هي هناك في اللعبه في المدينه اقصد، هنروح عند اسم الشرطه طبعا، بكتب لهم على وي المكان عشان كله يجي، قلت لهم الشرطه. بصوا بقى هنيجي هنا عند الشرطه عشان هنجيب الهليكوبتر وهوريكم تعملوا ايه. خلينا نطلع بصوا اجيب الهليكوبتر على طول، شوفوا هننزل الهليكوبتر. اوكي يب انا اللي اسوق الهليكوبتر بسرعه عشان ما حدش يسرق. وانا مالي مش عارف اركب. اوكي انت بتعرف تنزل هليكوبتر، نزل الهليكوبتر وقت البقيه بقى. اوكي هنسوق بقى الهليكوبتر على الواي زي ما انتم شايفين وهوديكم المكان ده. بصوا الغرفه دي شوفوا بقى هندخل لها ازاي. بصوا هيبقى الشكل جامد جدا، تعالوا ورايا اهو يا علويه. طبعا زي ما انتم شايفين طلعنا من بروك هيفن عشان نحاول ننزل في البحر. او ماي جود مش عايزين نقع، تعالى حركات بسرعه. طب مش بتشاور يا بوله؟ طب علي مش عارف اركب، مش عايزين نسيبوا ليه مكان. اهو يا علويه زي ما انتم شايفين هننزل طبعا من هنا، يلا بسرعه بالظبط كده هنحاول ان احنا ننزل تحت المابا. اوكي خلينا نزود السرعه، ليتس جو عشان الطياره طبعا تبقى اسرع. شوفوا دلوقتي بقى يا علويه البيت اللي انا منزله ده، الاوضه السريه اللي كانت تحت الارض في البيت هناك هنحاول ان احنا ندخلها من تحت المابا. ايه ده معلم ازاي؟ وانا بقول لك مش هتنفع. لا هتنفع يا حبيبي، بس تعالوا بصوا ورايا، بصوا هم جايين ورايا بالهليكوبتر. اوكي يا نهار زبادي، حتى وانا راكب الهليكوبتر وتحت الارض بيتي بيتسرق. هو انت وانا بقول لك مش حبيت شغالين ما شاء الله. والله ان انت نوب حركات انت وجيشك ده. طب علي احنا هنروح فين؟ تعالوا بس ورايا تعالوا.
اوكي على وجه هي تقريبا اللي على الجزيره دي. ليتس جو. انتوا جايين ورايا؟ ايوه هما بصوا الهليكوبتر هناك اهو. وادي وادي مش مشوق تقريبا هي الاوضه دي. ايوه دي على شايفين ده البيت اللي احنا كنا شاريينه والاوضه السريه اللي كانت تحت الارض. بص على وجه هنحاول ان احنا ندخل كده. حاول حركات ان انت تدخل من تحت. وادي مالي زي مش الشاله ابو علي حركاته انا ابو علي ازاي ادخل بس من تحت. ثانيه بس انا احاول ان انا اعمل كده. ايوه اوكي عايزين نطلع يا علوية من هنا بسرعة. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يا سلام عليك يا معلم محترف والله طيار محترف يا علوية. انا بص ما شاء الله في الطيران جامد جدا. لا ايه ده انا طلعت من هنا ليه يا نار زبادي؟ بص الواد بيقول لي يا ابو علي بقى يعرف السوق. يا ابني انا بركبك الهليكوبتر يا ابني انت فاكرها سهلة عشان نعرف نعمل الخدعة دي. ثانية خلينا نطلع كده. اوكي عايز اطلع لفوق يا علوية. ايوان يا سلام نط نط نط. اوه ماي جاد وقف الماي احسن احسن عشان بعد كده تقول ابو علي ما بعرفش يسوق. اوكي على وش فين انا جيت فين؟ مكان اسطوري تحت البحر. واو اول مره اجي في حياتي المكان اللي انتوا شايفينه ده. ايه ده عربيت مين دي؟ ادي بقى مش التاب بتاعتي او جيت يا حبايه. او ماي جاد انتوا جيتوا هنا؟ اي خدمه؟ هو ده ابو اللي مش شايفينه في الميه؟ رميته في زعبوله. معلم المغرب بتاع ده ابو علي الواد ده من الطياره ما رضيش يقول اي حاجه. قول لي بقول لي زعبوله وقع تحت في البحر. طيب على وش انتوا شايفين أوضة سرية طبعا موجودة في بروك هيفن. طبعا أول مرة تيجوا المكان ده. وأنا مالي مش هاي مالي مش هاي لو جيتي حبايبي ولا إيه؟ أوه ماي جاد ده المكان. ثانية ما أشوف الواد ده كاتب لي إيه؟ لا تنسوا ثانية عايزين نعرف بس هو كاتب إيه؟ أوكي؟ لا تنسوا لايك واشتراك لايك واشتراك على إيه؟ لو أنت أول مرة تشوفوا المكان ده وحتى لو مش أول مرة برضه لايك واشتراك على إيه؟ فاهمين؟ إيه بصوا هجيبكم هنا وأرميكم في الماية ماشي؟ أوه ماي جاد الهليكوبتر جاي تاني. نطوا بقى نطوا نطوا نطوا. أوكي نطوا يا ابني. معلم أنا جيت هنا تاني الحمد لله. او ماي جاد بص عليا دخلنا بص في المكان الجامد ده. يلا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وزي ما انتوا شايفين الاماكن السريه دي عايزكم تجربوها بنفسكم وطبعا تكتبوا لي في الكومنتات ايه احسن مكان عجبكم في الاماكن دي كلها. يلا اشوفكم بكره في فيديو جديد. باي باي. استنى يا علوي دلوقتي بس بجرب حاجه. تعال بس كده كابتن 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 بس. ايوه اللي راكبين العجله انتوا تعالوا بس كده ثواني. وادي وادي مش هو ليه ما فيش سمك؟ ما فيش سمك؟ فين اللي بيقول ما فيش سمك؟ فينك حركات وانا اجيب لك سمك؟ ايوه الحركات هناك اهو. تعالى حركات بص اجيب لك سمك. تعالى بص كده هشيل حركات. تعالى حركات. طيب طيب بص بقى في سمكه بص لها لون ابو تاني. اوكي ماشي ماشي تعالى بس اقبل. يلا يا ابني تعالى بص اجيب لك. ايوه شلت حركات. يلا حركات بص بقى حركات هات سمك من تحت. ايه يا حبايبي كنت بتواني ولا ايه؟ ايه ده الواد ده زبه وحش على هو ولازم بمغناطيس ولا ايه؟ الجلع ده بواد ايه يا حبايبي كويت؟ قول لي العيال وقعت وراه. او ماي جاد ثانيه ثانيه خليك كده نشيل اللي بعده. تعالى كده تعالى 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 كابتن بسرعه بسرعه اقبل يلا اقبل يلا اللي بعده. انزل تحت انزل تحت يلا على السريع. او ماي جاد يلا اللي بعده اللي بعده. تعالى انت كمان والله كله لازم يقع من هنا. يلا واد بسرعه. او ماي جاد بس بيقول ايه؟ بيقول لي اكسر راسك. اديله ابو علي يلا وقعهم بسرعه واحده كمان. ثانيه واحده بس عايز اقول ايه ده؟ الواد ده ازاي رجع تاني ولا مش هو؟ ده هو وطه. تعالى وانت تعالى بس انا وقعه تاني على الواد بس مش هيرضى هيرفض. تعالى زعبولك كده اوريك حاجه. لا يا ابو علي انت بتعملها عليا ولا ايه؟ انت فاكرني غبي؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ يا نوب انت وقعتني مره وانا كمان وقعت معاه. اه يا علوية بص في اللوبي. اوكي حركات بصوا كاتبين ايه؟ حركات انتقم من ام علي النوب. طب علوية بقى عشان هم ينتقموا مني دلوقتي لازم ننسحب بسرعه. وانا مالي مش ولا كاش يا شا. يا نهار الزبادي على البيت بسرعه الجد الشلبي. او ماي جاد بصوا علوية جايين ورايا بسلاح. لا ولا ما تشيبك انت يا حبيبي مش موتهم شا موتوا. لا 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 يا رجاله بس افهمكم. ابو علي انت عامل كفته. او ماي جاد سلام 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 يا جد وشلبي. يلا نشوفكم بكره نحول الجد الشلبي. سلام.